السلام عليكم أصدقائي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة قرب العيد إن شاء الله، أتمنى للجميع الصحة والسلامة وعيد سعيد عليكم. في أحد المتابعين بعت لي رسالة بدون ذكر اسمه، قال لي إني أقول القصة بتاعته أو أقول القصة بتاعتها، وهي هتقرأ التعليقات، عايزة المشورة. أنا هقول القصة بتاعتها، مش هقول رأيي، سايب لكم أنتوا التعليقات، بس رجاء التعليقات تكون زي ما أنتم حلوين وشاطرين، التعليقات تبقى كويسة. باختصار، الست دي كانت بتحب جوزها وخلفت منه طفلين، ولكن كان بيحصل بينهم بعض مشاكل، وبعد كده اتطلقوا اكتر من مرة، وراحوا دار الافتاء وحللوا الطلقة من الطلقات التلاتة، وبعد كده طلقها تاني. المهم، فخلاص هي كده راحت بيت ابوها، ووالدها قال لها خلاص انت كده طلقتي تلات مرات، يبقى انت ايه، مش تنفع ترجعي له تاني، خلاص. فطبعا الزوج وهي عايزين حل، فالزوج بعد فترة كده بص لقى جايب واحد زميله ومتفق معاه ان هو هيكون محلل لزوجته، والمحلل ده هو صديقه. فطبعا هي استغربت جدا، ولكن هو قال لها انا عايزك وبحبك وانا معرفش انا اتسرعت، ولازم نشوف حل، وده صديقي وهينفذ اللي احنا هنقول عليه وكده. فطبعا هي قالت له خلاص سيبني افكر وكده، وبعد كده بص لقى صاحبه بيخبط عليها عند الباب، وساب رقم تليفونه على الباب تحت الباب، وقال لها انا ما تفتحيش، خدي رقم تليفوني بحيث ان احنا نتكلم مع بعض، والله حسيتي بارتياح بالنسبة لي معايا، يعني خلاص نتوكل على الله. فكرت في الموضوع وقالت هي عايزة تشوف حل عشان خاطر جوزها وترجع لجوزها، وعشان خاطر عيالها عندهم ولد وبنت. فراح فعلا اتفقوا خلاص على ان هما يتجوزوا، وجوزها جه وشهد على الجوازة وقال لها اسبوع وهتطلقوا. طبعا هما اتجوزوا، وهي شافت وبدأت تقارن ما بين صديق جوزها وما بين طليقها، فطبعا كانت المقارنة ان صديقه ده تمسك بيها وقال لا خلاص انا مش هطلقك لو عمل ايه. وهي بدأ طليقها يتصل عليها وهي ما تردش عليه على التليفون، وقالت اللي عايز يكلمني عايز يشوف عياله عند بيت ابويا، اما بالنسبة للي انا اتجوزته خلاص انا مش هتطلق منه وخلاص على كده. فبتسألني طبعا انا، يعني هي طلبت ان انا اعرض عليكم القصة وتشوف التعليقات، هل هي كده غلطت ان هي من البداية عملت موضوع المحلل ده، ام جوزها او طليقها هو اللي غلطان انه وثق في واحد صديقه وبعد كده خان العهد، ولا صديقه هما الاثنين غلطانين؟ فعايز منكم التعليقات، بس ياريت التعليقات تكون عشان خاطر برضو هي هتقرا التعليقات، واتمنى ان الفيديو ده هي هتتابعه، وان شاء الله ان هي تستفيد وغيرها يستفيد. كل سنة وانتم طيبين، تحياتي.